بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض معالجة المية. النهاردة هنكمل الكلام عن المرشح ذو الأرضية المسامية. النهاردة بإذن الله هنتكلم على تركيب أو طرق تركيب المرشح. في البداية طبعا بنقول إن احنا في العرض ده بنعتمد على في معلوماتنا على حاجتين. الحاجة الأولانية طبعا كتاب اللي هو Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities، وكتالوجات الشركات المصنعة للقاع المسامي أو قاع البلاطات المسامية. النهاردة يا جماعة الموضوع كله عن الطرق المختلفة للتركيب. احنا كل الفكرة كل ما نشوف المنظر بتاع المرشح بنقول ده ركب ازاي، المايه بتخش له منين، الهواء بيخش له منين. فخلينا نشوف الطرق المختلفة للتركيب، اهو يبقى معلومة زيادة عندنا، يبقى احنا فاهمين الايه الجزء ده شغال ازاي. طبعا احنا في العرض اللي فات اتكلمنا على مميزات الايه التصميم وانتظام دخول المايه والهواء، لكن تعال نشوف بقى ايه بيركب ازاي. في طرق مختلفة من ضمنها حاجة اسمها الفرونت فلوم أو الخندق الأمامي. الفرونت فلوم ده بيبقى فيه خندق زي ما حضرتك شايفين في الصورة كده، في خندق في جوه المرشح في الجزء في العرض في عرض المرشح مش في الطول يعني، واخدين بالكم. والجزء ده الخندق ده بيبقى قريب أو شبيه كده بالام بلوك اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده، لكن الام بلوك الخندق ده بيبقى بالطول، ده بيبقى بالايه بالعرض، عشان من خلاله بيتم تجميع مياه الترشيح او دخول مياه الغسيل او هواء الغسيل. شوف ازاي في البداية خالص عندنا البلوكات بتاعتنا. البلوكات بتيجي زي ما انتوا عارفين طبعا، هي طولها حوالي مثلا 1.20 متر، في منها طول 1.20 متر ليها ارتفاعات مختلفة. المرشحات الطويلة بتاخد بلوكات ارتفاعها بيبقى حوالي 60 سنتي و 30 سنتي، وفي اقل منها بيبقى حوالي 20 سنتي للمرشحات الصغيره. ما علينا، البلوك لما بيجي يا جماعه بيجي معاه طبات زي كده، الطبه دي بتتم تركيبها عشان تتقفل زي ما حضرتك شايفين كده بيشاور عليها ان هي ايه مقفوله، من هتبقى مقفوله من ناحيتين، واخدين بالكم يعني متطببه من ناحيتين. طيب ادي اول حاجه. تاني حاجه الخرام اللي فوق اللي في اللي هي بيطلع منها الميه او الهواء اللي انت شايفينها في الصوره اللي على اليمين دي، عشان حمايتها قبل التركيب ممكن بيركب عليها ايه حاجه تقفلها زي مثلا لوح ابلكاش كده، بحيث ان هو ايه ما يبقاش اي حاجه تخش في الفتحات دي وتسدها. انا عايز نقول لكم ملحوظه كمان، ان في شكل المثلث ده او هو الشكل اللي بيوزع الميه والهواء داخل الايه داخل البلوك، واخدين بالكم ان هو لما يبقى المثلث قاعدته لتحت، واخدين بالكم كده دي العدله بتاعه البلوك، يعني البلوك لما يركب هيبقى كده، ويبقى اللوحه الابلكاش ده هيتشال هيبقى الخرام من فوق كده العدله بتاعته. تمام، خدوا بالكم بقى اللي هيحصل ايه، ان البلوك لما يكون مقلوب من تحت بيتفتح في اوله، ها الفتحات اللي زي كده، يعني دي مكان دخول الميه والهواء او تجميع الميه والهواء، واخدين بالكم من تحت بيكون من تحت زي ما شايفين كده المثلث مقلوب اهو، يبقى دي من تحت اللوحه الابلكاش من الناحيه الثانيه، وده الفتحه بتاعته. كويس، البلوكات طبعا بتيجي بلوك 100 متر و20، احنا عشان نكمل طول المرشح فاحنا بنجيبه الزرجين اللي انتم شايفينها دي، وبنعشق الكلبسات او الراس والديل بتاعت البلوكات مع بعضها عشان تدينا طول المرشح بالكامل. ماشي الكلام؟ طيب بعد كده الخندق اهو زي ما انتم شايفين في او في عرض المرشح، والخندق ده بيكون فيه المكان اللي هو دخول الميه، وكمان بيكون فيه ماسوره توزيع الهواء الهيدر بتاع دخول الهواء. شوف بقى ازاي بقى اهي زي ما انتم شايفين ادي الخندق، الماسوره اللي بالعرض الماسوره دي الاول دي اللي هو هتبقى الجزء ده هيبقى جوه البلوك نفسه، جوه البلوك نفسه بيدخل هواء، هنقول لكم ازاي. ماشي، دي الفتحه دي فتحه دخول الميه او تجميع ميه الترشيح كده، واضح. طيب وده الايه الهيدر بتاع دخول الهواء، واخدين بالكم يا جماعه، يبقى الهيدر ده بتاع دخول الهواء هيبقى بعد كده بيطلع منه الولد اللي طالع لفوق دوت اللي هو بيدخل اللي هو احنا سادينه دلوقتي مؤقتا عشان مفيش حاجه تسده،
اثناء التركيب يعني، او اثناء شغل الانشاء بيكون مقفوله زي كده، لكن المفروض ان هو الجزء ده متصل بالهيدر ده ازاي. ماشي، شايفين يا جماعه متصل من تحت بالمنظر ده، ادي الماسوره وادي الحركه دي بيسموها جي رايزر، اللي هو بيطلع بالماسوره من تحت لفوق كده، من اسفل الهيدر بتاع الهواء لاعلى كده، بحيث يخش من تحت الفتحه اللي احنا فاتحينها في البلوك، بيكون طالع لغايه فوق عشان ندخل الهواء من اعلى نقطه. تمام كده، تمام. طيب شوف بقى الاشكال بيبقى عامله ازاي. ده شكل من ضمن الاشكال اللي بيخش بيها الهواء والميه المرشح، ادي الرسمه بتاعتنا، وادي الهيدر بتاع الهواء الموجود فوق دوت، وادي المواسير. وهنا واخدين بالكم ان هو الخندق هنا مفيش جوه المرشح، ده بره المرشح خالص، وزي ما شايفين ان الايه ان هو الفلات بوتوم خالص، البلوكات والهيدر ده يعني منسوب واحد، المرشح جوه وبره منسوب واحد، وزي ما انتم شايفين كده ايه في الهيدر، والهيدر بيدخل الهواء ازاي، وبرده بيجمع الميه زي ما انتم شايفين يا جماعه. الفكره هنا بقى ان برده الهيدر موجود لكنه بره الايه المرشح اهو. شكل تاني، مفيش مكان ان احنا نحط فيه الهيدر بره المرشح، او ما ينفعش ان احنا نحفر جوه المرشح ونعمل خندق، فالهيدر بيبقى فوق زي ما انتم شايفين، فوق كده، ونزل منه مواسير. المواسير دي متصله بكل بلوكه لوحدها عشان ندخل لها، كل صف من البلوكات يعني بيخش لها الهواء من ماسوره لوحدها. شايفين ازاي؟ طيب نرجع تاني بقى للنوع التاني اللي هما بيسموه هنا الاتش فلوم، وده بره المرشح، وزي ما انتم شايفين كده ان في الهيدر بتاع الهواء بره فوق خالص على اليمين اهو، هيدر بتاع الهواء وداخل البلوكات. ماشي، اللي في نفس الوقت الجزء اللي هو الاتش ده بيجمع الميه من الناحيه التانيه، يعني الميه بتاعت الغسيل بيخش من ناحيه والهواء بيخش من ناحيه تانيه، مفيش مشاكل، و او تجميع ميه الترشيح من ناحيه ودخول الهواء من الناحيه التانيه. ماشي الكلام يا جماعه. اقول لكم حاجه كمان، ادي شكل تاني يعني، ان احنا بدل ما بندخل الهواء من خلال المواسير كده، فهو قال لك ايه، لا ده احنا هنعمل ايه، هنعمل فتحات في الجدران بتاعت المرشح. والطريقه دي يا جماعه بتبقى بتستخدم مع المرشحات الطويله، ويكون دخول الميه والهواء في الجنب الطويل طول المرشح، مش ايه طول المرشح مش عرض المرشح، بيتفتح فتحات زي ما شايفين كده بالكور، جهاز الكور بيفتح فتحات، والفتحات دي بيركب عليها زي الصورة اللي تحت على الشمال، ها الجزء البلاستيك ده، ويركب عليه الايه البلوك زي ما انتم شايفين في الصورة. البلوكات بتبقى بالعرض مش بالطول، شايفين يا جماعة بلوكات بعرض مرشح مش بطول مرشح. ادي المنظر يا جماعة، المرشح مكلم عليه، البلوكات زي ما شايفين بالعرض، المرشح زي ما شايفين طويل جدا، وعاملين لهم بقى الفلوم ده على الجنب بحيث ان هو بطول المرشح و او الخندق يعني، والبلوكات كلها متفتحه وداخله في اللي ايه جنب المرشح، جنب المرشح زي ما انتم شايفين كده، البلوكات دي اللي هي متغطيه بالايه بالخشب الابلكيشن اللي انتم شايفينه. طيب المكان اللي بنقول لك عليه يا جماعه دخول الهواء اهو، اللي احنا بندخل منه او بيجمع منه الميه زي ما انتم شايفين اهو، البلوكه المقفوله مقلوبه، ولما تيجي نركبها بقى بنعمل ايه؟ ادي المرشح قدامنا، ادي الخندق موجود فيه، وادي الهيدر بتاع الهواء زي ما احنا شايفين، فاحنا بنركبها الصف البلوكات مع بعض، وبيكون تحتيها فرشه خرسانه، بنشوف لها فرشه يمين وتحتيها ايه فرشه خرسانه، ولما كل ما نيجي نركب صف من البلوكات بنحط ما بين كل بلوك والتاني فرشه خرسانه. خدوا بالكم يا جماعه ان جسم البلوك نفسه زي ما انتم شايفين كده في اشكال خشنه يمين وشمال، معموله مخصوص عشان تمسك في الايه الخرسانه، عشان ما يحصلش لما يخش هواء ان الايه البلوكات دي تبتدي تترفع من مكانها اهو. حاجه ثانيه يا جماعه، البلوكات دي لما تيجي تقف هتقف ازاي على الخندق المفتوح دوت؟ بيعمل له دلائل زي ما انتم شايفين كده، والدلائل دي بتحدد مكان كل بلوك وتثبتها، وتثبت كل بلوك في مكانه.
حاجة تانية كمان المهمة، خدوا بالكم ان احنا عندنا في الجزء اللي هو العالي ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو عبارة عن جايد بيمسك بتثبت زي ما شايفين، بيمسك في جزء من البلوك له مكان بيمسك فيه المسطرة دي، والمسطرة دي بتكون متثبتة بجوايد في الخرسانة، والجوايد دي بيتم اختبارها قبل التركيب عشان ما يحصلش ان المية تخش بضغط عالي مثلا او الهواء تقوم يحصل ابسيت وتترفع البلوكات عن مكانها. فاللي ايه الجزء اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو دوه، ها بايه بيثبت الايه البلوكات في مكانها زي ما شايفين كده. كل صف من البلوكات حواليه الايه الفرشه الخرسانه، وعشان يتثبت في الارض، وفي نفس الوقت بينها وبين كل بلوكه بيكون في فرش خرسانه زي ما انتم شايفين. الهيدر اللي تحت ده اللي احنا شايفين الماسوره دي ماسوره دخول الهواء، وطبعا طالع منها الماسوره الرفيعه اللي بتخش توزع تخلي دخل الهواء من اعلى نقطه في البلوك. اهو البلوكات زي ما انتم شايفين، كل صف بلوكات بيتحط تحتيها ايه فرشه خرسانه، وبعد كده كل بلوكه تيجي تحط جنب التانيه هتلاقي بيتملى بين الاتنين بالخرسانه زي ما شايفين. حكايه تركيب الخشب ده عشان يحمي الثقوب اللي فوق دي حاجه مهمه جدا، وحركه يعني عشان الاهتمام بنظافه التركيب عشان بعد كده ما نلاقيش ايه الفتحات الصغيره بتاعت البلوكات دي حصل لها انسداد. اهو زي ما شايفين بنحط، واخدين بالكم التركيب بيكون بالمسطره بالميزان كله ميزان واحد، ما ينفعش ان في واحده بتبقى اعلى من واحده، يعني تركيبات دقيقه جدا، الموضوع مش سهل. اهو اخيرا المرشح كله زي ما شايفين ركب له ايه البلوكات بتاعته. البلوكات دي هاي دنسيتي بولي اسيلين قويه جدا، مستحمل اوزان زي ما شايفين الناس واقفه، وبعد كده بينزل الطبقه الزلطيه الحامله بتدرجاتها المختلفة زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، وبعدين ايه بينزل كمان الوسط الترشيحي، يعني وزن تقيل جدا جدا بيكون على متشال على الأرضية البلوكات الأرضية المسامية بتاعتنا. بعد كده لما تشال الخشب دوا تلاحظوا بقى ان المرشح كله ثقوب دقيقة جدا، وبين كل فتحة ثقب والتاني 5 سنتي، حاجة صغيرة جدا جدا يصعب معاها ان يحصل فيها ترسيب او ايه او تراكم لطين على سطح المرشح. طبعا المرشح متقفل من حواليه من الجدران طبعا بخرسانه مع الجدران زي ما انتم شايفين كده، المرشح متقفل كله، وبعد كده المفروض بعد ما يخلص بيحصل له اختبار تيست زي ما كده عشان يشوفوا توزيع الميه والهواء اخباره ايه. كده المرشح تم تركيبه. طبعا يا جماعه احنا بنتكلم عشان معلومه ونعرفها، لكن طبعا الشركات المصنعه هي اللي بتعمل الكلام ده والتركيبات كلها. وبهنا بالمناسبه دي بحب نشكر المهندس محمد غرباوي اللي افادنا بالصور والشرح الوافي لطرق التركيب المختلفه، جزاه الله كل خير. كده يبقى احنا وصلنا لنهايه العرض بتاعنا، بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى منكم التواصل او في حاله احتياج اي استشاره او زياده معلومات من خلال الايميل الموجود على الشاشه او من خلال قناه اليوتيوب. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله.